على راديو مسك. رجعنا من جديد في سبوتر ميكس، اخر جزء من الحصه متاعنا اليوم مع ضيوفنا رضا براوي، احمد الصالحي، مختار دبوس ومروان تاج، باش نحكيو على الشامبيونز ليغ الاوروبيه ونحكيو كذلك على لاعبنا الوحيد اللي مثلنا في المسابقه هذه، نحكيو على علاء غرام. باش نبدا معك انت احمد، حطيت تيتر انا في اللايف متاعنا، قلت هل اخطا علاء غرام في الاختيار ام يحتاج للصبر باش يخترع المكان نتاعو؟ خلينا نعطيك بعض الارقام، نعطيكم الكل بعض الارقام نتاع علاء. البارح ضد بولونيا فريق الايطالي، فريقه كان تعادل خارج ميدانه دون اهداف، ما لعبش علاء. اخر 5 مقابلات لعلاء غرام في شختار حتى دقيقه. اخر 9 مقابلات لعب فقط في مقابله وديه 90 دقيقه، ومن اللي مشى 14 مقابله مع نادي شارك فقط في 3 مقابلات. انا في تقديري على غرام هو فالور سيور، ملاعب كبير عنده لي كاليتي باش ينجم يلعب في اي فريق في اوروبا باستثناء مثلا الفرق الكبيره، لكن راهو انك تمشي تحترف راه مش سهل. يعني انت باش تبدل عليك لونفيرونمون كامله، باش تبدل عليك كل شيء، كنت موديل الكابيتان في ليكيب نتاعك، باش تمشي يزمك تتعب، يزمك تجتهد برشا باش تنجم تنحي بلاستك في فريق يلعب في الشامبيونز ليغ. انا اللي نقوله جينيرالمون المدافعين التوانسه اللي احترفوا في الخارج تقريبا في 30 سنه الاخرانيين اللي نجحوا يتعدوا على اصابع اليد الواحده، منهم كريم حقي اللي ما لعبش في كيبات كبار برشا لكن نجح في اوروبا، وثم راضي جعادي شويه لعب في بولتون نجح نسبيا. أبارسا المدافعين كلهم المحجوب يواجه أيمن عبد النور كيف طيب. يعني أنا قلت لك النجاحات ما كانتش المدافعين اللي نجحوا، معناتها أقلال برشا اللي نجحوا في أوروبا من المحجوبي وانتي جاي وملعبين بصراحة باستثناء عبد النور وحاتم الترابلسي يلعبوا في كيبات. المدافعين ينجحوا أكثر ما اللي نجحوا ما مش برشا مهاجمين نجحوا، المدافعين ينجحوا. فما حاتم الترابلسي، فما راضي جعادي، فما كريم حقي أيمن عبد النور باستثناء هذوما شكون مهاجمين نجحوا في 30 سنة. قال لك اعطيني مهاجم 30 والا 40 سنة ينجحوا لك 4 مدافعين، عدد قليل برشا. تو حتى الطالبي اللي على اساس نحن ما عندنا 100 لاعب نجح اللي خرجوا، اللي خرجوا عشرات المدافعين اللي خرجوا كمهاجم. نحكيو على كشريده، نحكيو على خالد بدر، نحكيو على المحجوبي قبل، نحكيو على معناتها مدافعين خرجوا. قلت لك استثناءات، حاتم الترابلسي نجح نجاح كبير، كريم حقي، ايمن عبد النور. انت تسمينا في الديفونسور وتعاود فيهم في ليه؟ احنا راهو جينيرالمون ما نلعبوش في كيبات كبيره. زبير بيه نجح يعني على المدافعين، ما لعبوش لا لعب ميليو تيران وصل الكابيتان ديكيب مدافعين في المانيا، وصل الكابيتان ديكيب المدافعين التوانسه جينيرالمون ما لعبوش في كيبات كبيره باستثناء عبد النور وحقي وحتى الترابلسي المدافعين التوانسه اللي خرجوا. حتى الطالبي نحكي لك، حتى الطالبي هكا يلعب في القسم الثاني اللي كنا بصراحه انا شخصيا كنت الطالبي باش نشوفه في مستوى عالي، لكن هكا يلعب في الدو يا قال لك يتطوروا ويخرجوا. ما نلومش على غرام، يلزموا برشا وقت باش يتاقلم، وسيرتو راه انت باش تلعب في اوكرانيا ولا في روسيا ولا ما ادري شنو مش سهل، وباش تلعب في كيب تلعب لك في الشامبيونز ليغ باش انت تفرض روحك وتلعب تيتولير زاده مش سهله، يزمك برشا صبر، يزمك برشا خدمه، يزمك برشا اجتهاد باش توصل للمستوى العالي. هذا اللي حبيت نقوله. سيدا نعرف خصائص اخرى في اوكرانيا، الطقس بارد والذي تنجم تاثر على الملاعب. لا انا نشوف مثلا مثال نعطيك، يا ان شوا في الكوره فما شوا فلوس، والا كي تمشي تلعب البرة تلعب تيتولير ابارونتير. تو شفت العام هذا مثلا على غرام ما لعبش، في راس شكون جات؟ في راس ليكيب ناسيونال نتاع تونس. تتصور انت ديفونسور قال شنو خلي يلعب في اوروبا موش قاعد يلعب، واللوم المدرب فما حتى تكون جبد على فوزي بن زرتي علاش ما صنعاش على غرام. ما عندناش برشا ديفونسوريات في الشامبيونز ليغ زاد الحق زاد. باهي هو مش قاعد يلعب، كيفاش تحب المدرب يصنع؟ فما لو شوار، وباش نرجعوا تو للكلام نتاع وجدي كشري سيف الجزيري ماهوش يلعب واستدعاها. فما كيفاش؟ سيف الجزيري ماهوش يلعب واستدعاها. واش علينا تو؟ مهم اي معناتها باش نبين لك فما البطوله واقفه نتاع مصر وقت مش يلعب ما يلعب مصر يلعب مصر ما وقفتش يلعبوا في مصر يلعب ما وقفتش الكره. شعلينا تو فما شوا نتاع الشخص الاختيار، كي تسمع المليارات وتسمع نعطيك اقل
من المليارات برشا، لكن راك باش تمشي وباش تتطور وباش تلعب. تفهم الناس تختار الفلوس، وهذا حر الانسان، كل انسان حر في اختياراته. انا اش نقول، انا كان قاعد في صفاقس بار اكزامبل ويلعب، اما تمشي لي باش تقعد لي على البنك تو تو بعد اسمه اسلام عطانا الاحصائيات 14 ماتش ونلعب وسيزون قريب توفى. اي ما تشوفش لازم شويه صبر باش يفك بلاصته، فاهم؟ والله باهي. مثلا نعطيك اكزامبل، يعني انا محمد الحاج محمود اللي خرج من ليتوال ما كانش يلعب من الاول في فريق، لكن بعد أخرى. ولا اساسي وفك بلاصته، لازم صبر الحكايه. باهي الصبر. ها نعطيك حاجه اخرى انا يا سيدي، انا مسؤول في جمعيه ونعطيك وسلير سلير سلير باش تقعد على البنك هاك تاخذ في فلوس وماكش تلعب. علاه ما تلعبش؟ خاطر ما عندكش بلاستك. ما فماش انترنور، الملاعب يفرض نفسه على المدرب، لو جاء باستحقاق يلزمه يلعب راهو لعبه الانترنور. انا البارح عمري ما تفرجت فيها شختار، ما نتبعهاش. البارح تفرجت ماتش كامل ونستنى هاو تو يدخل، هاو تو يدخل على غرام، هاو باش يدخل على غرام، وفين ماتش وما تخرج. ومن سوء حظه فريقه ما قبلش اهداف معناها. معناتها احنا اليوم مدافع صغير واللي عندنا برشا ما ريناش ملاعبيه في تونس تحترف البرة، تجي الفرصه لجمعيته للسي اس اس باحترامتنا للسي اس اس و 2 مليون 2 مليون دورو. هاني قلت فلوس دقيقه، شنو اللي فلوس لجمعيته؟ ما يخممش هو مروين مروين. هو اللي حكي على الفلوس غير فلوس حتى السي اس اس دقيقه برك لقات الباك والباهي خباته. خلينا نتكلموا بالوضع بالمنطق، نحكيو من نحكيو على مشروع ملاعبي مازال صغير 23 سنه، اليوم كي تجي الاحتراف باش يمشي يلعب في الشامبيونز ليغ ويقعد على البنك. ولينا نحكيو اليوم معناتها على غرام اليوم ما يسحقش يكون في المنتخب، لعب شامبيونز ليغ معناتها توا باش نبرروا الموقف نتاعنا. على غرام فيتور معناتها نتاع ديفونسور كبير برشا في تونس. اليوم خاطر ما يلعبش في جمعيته يترينا مواظب على التمارين، لونترينمون نتاع الشختار خير من الشامبيونان نتاع تونس. اليوم ما يسحقش يكون في المنتخب، هكا ولينا رغلتوا في الراي العام. هكا معناتها ياسر رضا الطفل يلعب في شختار في الشامبيونز ليغ اليوم تحبوا يمشي يلعب يلعب لهنا وتقول له انت خاطر تلقى في اكسكيوز كان قعدت في السي اس اس خير. هكا نحكيو للعباد معناتها انت تعرف على الفكر نتاع المدرب على جاي مروان عايشك ما تكونيش بالكلام اسمعني. لا قاعد على البنك، قاعد على البنك في بولونيا في الشامبيونز ليغ، قاعد على البنك لعب هذاك مشرف الراية التونسية، هو قاعد على البنك وشرف قاعد على البنك ولي شرف اليوم متواجد على البنك في الشامبيونز ليغ. بالكش تو ياخذ فرصته شوي بشوي اسلام اسلام. ما نحكيوش على جوار عمره 30 سنه، نحكيو على جوار 23 سنه. اسافوار ليكيب شختار تلعب في الشامبيونات تاعها، تلعب تشامبيونز ليغ، تلعب الكوب، باش ياخذ فرصته لازم ما يقلقش، ما بداش يسكر وذيه ويخدم على روحه. هذاك لميت ها وها وكروش مشى يمشي ويعمل تجربه اوروبيه واحنا فرحانين بيك. اليوم يحل لنا البيبان لوليدات صغار اخرين. مي غرام مازال عنده الوقت في شختار، تقول لي صحيح مشي ما كورش، ما نعرفوش على فكره الانترونور اسافوار ينجم يلعب حتى عام الجاي، جايبون دوبلور، عندهم برشا ماتشوات باش ياخذ فرصته وقدره ربي باش يشرفنا على غرام. نبداوش صحيح مروان، نشوف حتى في منشوراته في الفيسبوك وفي الانستغرام هو سعيد فرحان على الاخر وسي رضا لهنا يقول لك على شبيك اللي يقولوا يقعد في سباق صغير هكا بالعكس هو يحل لنا البيبيس. غزل يعني خلينا نسالوا حاجتين ساعه. الجمعيه الاوكرانيه هذيا في ظروف الحرب اللي موجوده ساعه ما نتصورش كان اقامتها في اوكرانيا، نتصور راهي قاعده مقيمه في اوروبا ما نتصورش. والبطوله الاوكرانيه تصير ولا ماش قاعده تصير؟ ماش قاعده تصير؟ نتصورش في حاجه في دور. قلت لك فما 14 ماتش صعب. بالنسبه لي انا الوليد باش نستناوه. لكن اجا نسالوا اسلام كيفاش خرج؟ راهو فما حلين، فما اونترنور يتفرج في الوليد في السي اس اس اللي هي نستبعدها معناها اونترنور شختار باش يجي وكذا، ولا وكيل اعمال بروبوزي على الجمعيه هذه. نحن شنو المصايب اللي تصير للجوارات نتاعنا؟ يمشي مع اونترنور يكون مقتنع به، يقولوا راس ما زاد على غرام الراجل ماشي ما عندوش شهرين تحبوا تيتيلين في شختار الشامبيونز ليغ، في الاقل يشوف لاجوا ويستانس باللاجوا ومن بعد يدخل بالسياسه يدخل شويه. فقط يلعب في اوكرانيا معناها في البلاد الجمعيه معناتها حرب وماتشواتها في اوكرانيا معناها مش خارج اوكرانيا. فهمت معناها هنا بالنسبه لي انا الوليد كما قال مروان مازال صغير باش نستناو. لكن اذا كان لونترونور تعرف شنو يصير؟ يمشي لونترونور هذا يجي واحد اخر جديد يقول لك خويا هذا راهو بيعوه ما عادش حاشنا به. بالنسبه للفلوس اللي نحكيو عليها اللي هي تتسمى برشا للسي اس اس ومنعتهم برشا خطايا، راه بالنسبه للشختار راهو ياخذها اي جوار ويمكن اقل من الواحد. ما نحكيو على الفلوس. نحكي عشوا يا ماتر من فضلك، يعيشك من فضلك، ما تفهمونيش بالغلط. انا كنت نتمناها يمشي لاوروبا
لكن يلعب توين يلعب. من فضلكم يعيشكم، من فضلكم. انا نقول لك نتمنى ملاعبي كهذايا باش نستفيد منه انا كتونسي يلزمو يلعب يا سيري. اذا على غرام كان خذته الاسبيرونس تو ما يلعبش، خليني من الاسبيرونس. اللاكس نتاعها موجود، شنو باش يلعب في شختار؟ هذه حاجه. يا ولدي لازم تدخل الاسبيرونس انت. انا ليه كيف لازم تدخل الاسبيرونس؟ خوخه جمعيه هي الاسبيرونس. يا ولدي نحكيو على اوروبا. مروان تاج تورنا، عليه مش في شختار، كان مش الاسبيرونس ما ينجمش تورنا. يا ماتر من فضلك، مروان تاج تورنا، نحكيو على اوروبا تو، ما نحكيو على الاسبيرونس. نحكيو بلا رويق، عندنا كوره، احنا عنا كرة كما قال. خلنا نحكيو على شختار وشخشوش وشخشوخ. انا بالنسبه لي انا سلام تضحك والله، والله اسمع على فكره عجبني بصراحته الانتماء للنادي الافريقي. نحب النادي الافريقي، يحب الحقيقه. لا ما يحبش، لا لا توا كان يحكي معنا قال لك نحب النادي الافريقي. يحب النادي خليك كامل اسمعني. تحب الترجي. انا شفت نقعدوا من هنا لاخر العام نحكيوا على اللي احترفوا لبرا. بالنسبه لي انا ما نعرفش، انا ان شاء الله يجي جوار اخر ينسينا في حاتم، ينسينا في حاتم طرابلس. شفت العابدي؟ يعني العابدي تعلق لها مش النيس. اي العابدي عنده 7 سنين في اوروبا، 8 سنين ايدك دا ما يلعب قاعد. من اللي تخلي يلعب ويتقارب في شختار بنيس؟ تخلى على البنك العابدي. شختار خير من نيس 100 مره. لا تخلى على البنك سيدي خويا، مازال ما لعبش. اغزولي يجاوبني عاد. خلي كامل مختار قصينا عليك. سيري اذا اقعد في الريال خير، سيبنا من شختار، سيبنا من نيس. انا بالنسبه لي انا انا باش نحكي الحقيقه. التوا ما جا جوار نسينا في حاتم الطرابلسي، راه كنا نتفرجوا في حاجات. اسمعني فما لا مختلف، فما ملاعب مظلوم. عبد النور عمل مسيره ممتازه جدا في الشامبيونز ليج، خاطر في تونس عندنا برشا تقزيم الملاعبيه. لا لا نفسر انا رايي، انا ممكن عبد النور، اما بالنسبه لي انا وقت اللي راني وصلنا اجاكس ماتماركي كان ما يطلع حاتم. نكونوا واضحين، راهو عادينا سيزون واثنين، راهو ما يصير لاختر في 18 تاع اجاكس الا ما حاتم يدخل ويبينيتر. معناها وما قوى اجاكس ولا شختار اش مزيب اجاكس راهي هكا ولا لا؟ انسان نورمال حاجه اخرى. انا نحكي على جوار، على جوار الحقيقه عمل الاستثناء. وانا الحقيقه في دون دي تري غران كلوب عبد النور. اي لا انا حكيت لك، لكن ما حكيناش سيدي. حطوا تحبوا في الترتيب عبد النور الثاني، معناها انت تحب تحطوا قبل حاتم في الكارير اللي عملها. ما نتصورش زاد، ما نتصورش حاتم. انا قلت لك راهي ما تمركي يا جاكس الا ما يطلع حاتم. هذا انا راهي جايني كيف كيف حاتم الطرابلسي. قاعد نحكي لك على كارير اخرى ممتده راهو 5 ولا 6 سنين. باهي خلينا نحكي شوية على مقابلات البارح. القمة كانت أحمد بين السيتي والإنتر. كيف شفت الماتش هذا والنتيجة هذه؟ والله ماتش ما كانش ممتع برشا، معناتها وأنا الحقيقة تفاجأت مردود السيتي، ما كانش مردود مميز معناتها. وفي تقديري بصراحة أنا أقولها السيستم الجديد بتاع الشامبيونز ليج ما فهمتوش أنا. برشا يعني ناس مش فاهمينه. إيه معناتها صعبوها برشا ووسعوا ياسر في النومبر بتاع لي كلوب اللي باش يلعبوا. هذا من أجل الفلوس، تعرف الفلوس فسدت كل شيء. معناتها الفلوس بدات تقضي على المتعة في كرة القدم. قبل كانوا مجموعات واضحين، الزوز الأولانيين يتعداوا أفضل الثوالث وكانت واضحة، فما دوزيام تور وكل شيء. توا ما فهمتش أنا حتى بصراحة تصنيف. يقول لي حتى في فريق باش يدخلوها الحكاية هذه. إلى حد الآن فما شيء. رئاسية دخلت. مش كيف كيف. مش كيف كيف. مش نفس السيستم، سيستم اخر في اسيا. عملوا دوري ابطال اسيا النخبه ودوري ابطال اسيا اثنين. ريت حتى النتائج ولات 9 وما نعرفش شنو، وفرق ما عندهاش حتى تاريخ. إيه كنا نشوفوها قبل، كنا نشوفوها قبل 9 هذه كنا نشوفوها. اي نشوفوها اما اسلام يعني كي زاد النومبر انا في تقديري ينقص التشويق وتنقص المتعه. وشنو انت تلعب مع كات كلوب في ميدانك، بعد تلعب مع الاخرين وتنحل اللي وروتور، تحكي الشارم تاع الفوتبول اللي وروتور والسسبانس والتشويق والتنافسيه. وسعوا ياسر في النومبر تاع الكلوب وطاح شويه النيفو انا في تقديري. حتى رين البارح ماتشويت ما فماش مرشا متعه. انا رين حتى ريال مدريد اللي هي تقريبا ليكيب ليجوندير في اوروبا، ريال مدريد فريق يعني واقعي، اذا كان تضيع كونترو يعاقبك بالوقت. حبيت تقول سيدي انا ريت نحب نقولوا انه البارح الماتش نتاع البارح السيتي والانتر، بكل احترامي للافكار، فما ناس يفكروا كره القدم هي الهجوم ايسيتو. لا، كره القدم فيها دفاع. من افضل ليزاتاكون في مانشستر سيتي وافضل اتاك مانشستر سيتي، لكن الطليان يفرض نفسه. معروفه ايطاليا ومعروف لي كلوب لي غران كلوب ايطاليان باللو سيستيم ديفونسيف. لا ديفونس
في بارتي دي فوتبول. ماشي انا نلعب في السيتي في مانشستر، نلعب ضد مانشستر سيتي ويحبوني نحل اللعب، تو ناكل خمسه ونروح. بيب غوارديولا تعرف ايش قال في النهضه الصحفيه؟ قال اساتذه الدفاع. كيف قال؟ لعبت مع اساتذه الدفاع. تفضل. واضح ايش حاب تقول؟ لا جست خاطر باش نتكلم على كلام احمد. قال ما ريناش متعه، بالعكس رينا احسن مباراه اللي هي السيتي والانتر، سيرتو تكتيكين، كتلة دفاعية كبيرة من الانتر، هذيك اللي خلى المشاهد مستانس بالسيتي، اللي يكور ويلعب ويدوميني ويخلق فرص. ما نحن اليوم عرفنا اللي الكورة راه تكون دفاع قبل الهجوم. معناتها اليوم كي تمشي تلعب في السيتي توقف ألاند ودي بروين والأسامي الكبيرة، اليوم من حقك صحيح كما تفرج تقول مستانس بالسيتي، ما عرفنا اليوم إنزاغي بخطة 3-5-2 عرف كيفاش يوقف السيتي، ورينا الحقيقة ماتش كبير من جماعة الإنتر اللي برافو على الماتش الكبير اللي عداه، وبالحق تمتعنا، عرفنا الوقفة نتاع الوقفة نتاع الملعبية اللي في التيران، كيفاش تدافع، كيفاش وقتاش تهاجم، هذه الكورة اللي تخليك تعلم، مش فايدة في تماركي وتخلق الفرص وكذا. فما زوز نقاط خسرتهم السيتي عندها 5 سنين في تيران. زوز نقاط نتاع البارح اللي خسرتهم السيتي عندها 5 سنين ما خسرتش نقطة في بلادها في دوري ابطال اوروبا. مختار البي اس جي لقى صعوبات كبيره، البي اس جي ظهر لي شكل اخر السنه بلاش دي ستار كبار، صعوبات كبيره مع جيرونا اللي في بلادها في البارك دي برانس فيست في الدقيقه 90 واحد بلاش هدف ضد مرميه لاعب جيرونا كازانيغا. ظهر لي بي اس جي باش تتعب السنه، باش تتعب زاد الجمعيه اللي لعبت لها، زاد نكونوا واضحين من اقوى جمعيات في اسبانيا، ريناها الماتش الاخراني مع برشلونه راهو كيلكو ديتاي ما راهوش السكور 4-2 ولا 4-1 ديتاي خلاو برشلونه تربح. انا بالنسبه لي انا البي اس جي باش يكون فريق عادي السنه في بعد خروج مبابي، رغم الصيغه هذه نتاع الشامبيونز ليغ ما فهمناهاش، ما نعرفوش شكون باش تكون. وانا تو راه ماتش الريال مع الجمعيات الصغار هذه راه هي جمعيات اللي تكبر، مع احترامي للسيتي والانتر، الانتر بالنسبه لي انا قدام السيتي صغير، قدام الفون جو اللي موجود قدام، معناها الانتر باش تعدي ثمانيه ماتشات وتلعب التاريخ. انت اكبر برشا ما نحكيش على التاريخ، انا نحكي على تو اللي موجود تو، معناها تو باللعب وكان حلت لها شويه. ما تصور انا باش يعمل، لا انا حسب رايي السيتي عملوا كان الشامبيونز ليغ نتاعها، حسب رايي الماتش اللي ريناه ما بينها هي والريال شفناها، كان عاودوا نتفرجوا فيه وتعاود الريال الماتش هو بيدو ما تعداش الريال. منظومة جديدة باش نتفرجوا فيها ونحكموا عليها بعد ما توفي. باش تتواصل المتعة الليلة كيف كيف، هما ماتشات ستغربوا النجم الأحمر في بلغراد مع بنفيكا، فينور دباير ليفركوزن، ثمانية تالانتا أرسنال، أتلتيكو لايبسيك، بريست مع شتورم كراش، وكيف كيف موناكو برشلونة يبدو لي هذه أحسن مقابلة، كيف كيف أتلتيكو لايبسيك مقابلة مهمة. يعطيكم الصحة سيدي، شكرا لك أحمد الصالحي على حضورك معنا، بارك الله فيك. يعطيك الصحة سليم. شكرا سيدي، حلقة ممتعة. شكرا سيدي ذا ابو راوي، بارك الله فيك. كانت حلقة ممتعة بوجود حمد صالحي. بوجود حمد صالحي. اختار كلمة أخرى يا سيدي ذا. مروان تاج شكرا لك. ممتعة زادة ولا شوية؟ ممتعة زادة. شكر العروس. يعطيك صحة بوخت دبوس. مش ممتعة. بالنسبة لي أنا ممتعة. لا كي تخرج مروان من الاسبيرونس نضيعوا الكل. شكرا برهان للكل في الإخراج، أجمل تحيات إسلام.